سي احمد لك الكلمه وقول هذاك الشيء اللي قديتي ناس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على ارسل المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. قبل كل شيء كنشكر كل اللي كيقوم بهذا العمل الجمعوي كل والتنسيق فيما بيناتهم فيما يخص جمعيه الدهريه وجمعيه بكاره وجمعيه بوشارن. انا كنشوفهم غدا في واحد النسق مع بعضياتهم، والعمل الجمعوي في الباديه شويه صعيب. انا من هذا المنبر كنحييهم وممكن نطلب منهم يسيروا هذا العمل الجمعوي، حتى العمل الجمعوي في الباديه شويه صعيب وما كاينش شويه ديال المسانده وما كاينش شويه ديال الدعم. كنشكر كل من السيد رئيس جمعيه بكاره والسيد بيضني اللي كيفكروا وفكرونا في هذا اليوم ديال اليوم العالمي للمراه، التكريم ديال المراه. هو ماشي تكريم، ولكن ان المراه راه مكرمه من عند الله عز وجل، ولكن هما كيديروا التفاته انك مكرمه باقي كنزيدو نكرموك. فشكرا لهم. يعني كنتعدوا واحد الرؤيه في المراه، واحد التفاته اللي في الشباب على قدر المستطاع. انا كنحس بوسام عبو يعني كيمشي الرويضه على حسب قدره والله كيسروا الامر. فشكرا لهم وشكرا